يا صباح الفل عليكم واهلا وسهلا وحلقه جديده من مطبخ الحياه. طبعا احنا متعودين كل يوم اتنين معانا ضيفه من محافظه من محافظات مصر المختلفه. النهارده معانا محافظه اسماعيليه، سي فود بقى والمانجا والمانجا العويس، كل الاكلات الحلوه بتاعت اسماعيليه. قبل ما ابتدي واقدم ضيفتي، لو انتوا عايزين تكونوا معانا في الحلقات دي كلمونا على التليفونات اللي بتظهر قدامكم او على صفحة الفيسبوك الحياة تي في على البوست بتاع الحلقة. معايا النهاردة من الاسماعيلية منار محمد. ازيك يا منار؟ اهلا بحضرتك. الحمد لله. إيه كله تمام؟ كله تمام. قالي صوتك كده. ايوة. اسماعيلية سي فود بقى واسماك القناة واكل حلو قوي. والمانجا والمانجا اهم حاجه، المانجا اهم حاجه، بتاعت تنزل في السوق بقى والناس كلها سعيده بيها. جدا. قولي لي بقى انت النهارده ناويه تعملي لنا ايه؟ سمك ماكريل عامله سنجاري، انا فاتحاه بالشكل ده كده ومنضفاه. هبتدي بقى ان انا احط الخلطات دي كلها على بعضها واحشيها فيه وادخله الفرن. الماكريل اللي احنا مش متعودين الماكريل يبقى سنجاري، احنا عندنا معروف بتعملوه في الاسماعيليه او دي مش حاجه من اختراعك انت؟ لا لا، هو احنا عندنا معروف ان هو بيبقى سنجاري. بيبقى هو سنجاري. طب قولي لي الاول، انت اتعلمتي الطبخ من مين؟ انت مستعجله. لا مش مستعجله، انا بوري حضرتك. والله الاول مامتي اكيد، يعني هي الفضل الاول والاخير، وبعد كده بقى حماتي، يعني اتجوزت بقى وبقيت يعني اتعلمت منها بقى شويه حاجات. بعد كده بقى خالص سبت بقى حماتي ومامتي واتجهت بقى مطبخي ملعبي بقى. اعمل في اللي انا عايزاه. ما حدش بقى يقول لي لا استني، لا حطي دي ما تحطيش دي، اطلعي اعملي، لا انا مع نفسي بقى بعمل اللي انا عايزاه. بتجربي وتشوفي الحلو ايه وتظبطيه بالظبط كده، وبضيف بقى حاجات من عندي، اتعلم حاجات تانية كده. ف بس هي هوايه عامه في الاول في الاخر، يعني اكيد الطبخ بيبقى هوايه. واصحابك حواليكي كله برده بيطبخ ولا انت بس؟ لا مش عارفه بصراحه قوي يعني، فانا بعرف عن نفسي بس مش عارفه. ماشي، هنقول بقى مقادير السمك اللي انت عاملاه لنا النهارده. انت مستعمله سمك ماكريل. تمام. وهتحطي بصل وثوم وفلفل. فلفل ايه؟ الوان الوان. طماطم، بقدونس، شبت، جزر مبشور، بالزبط. كزبره خضراء، عصير ليمون وشرايح ليمون، خل وكمون وكزبره ناشفه، توابل سمك وملح. توابل السمك انت بتعمليها ولا تجيبيها جاهزه؟ لا جاهزه. ماشي اوكي، هتعملي ايه بقى؟ اول حاجه بنجيب السمك زي كده، انا فاتحاه ومنضفاه. بصي الاول خليها هنا اهو عشان الكاميرا تجيبها. ماشي. فاتحاه من بطنه مش من الظهر. لا من الظهر، ما ينفعش افتحه من بطنه عشان بطنه رقيقه قوي. فبفتحه من الظهر. وهو السنجاري اصلا لازم يبقى بصي بصي لو شاشه تجيب من عند الراس كده. بالشق كده للاخر وبتفتح. طبعا بطلع بطنه بنضفه وبغسله. أيوة. بملح وليمون. أوكي. كويس جدا، وبنشفه حلو برده عشان ما يفضلش ينزل في الميه بتاعته وينشف بسرعه عشان يشرب التتبيله. بالظبط. بس بعد كده بقى بجيب البوله كده. أيوة. وابتدي ان انا اضيف كل حاجه بقى. هتجهزي الخلطه لوحدها الاول؟ كل حاجه لوحدها كده فوق بعضها. ده هنقول بقى ده ايه؟ ده فلفل الوان فلفل احمر. فلفل الوان احمر. ده جزر. ده فلفل برده الوان اصفر. اوكي. ده بصل. كله على بعضه. كل الخلطه دي. كل خلطه السمك على بعضها. على بعضها. عندكم اساسي اكلات السمك؟ احنا بنعشق السمك. انا شخصيا بموت. بصي اكليني سمك كل يوم. وبتعملوه كتير طبعا. انا عن نفسي بعمله كتير. لا في المحافظه نفسها. بيعملوه كتير أساسي. طبعا. ده فلفل حراق. ده فلفل حراق. انا حاطه تحت ده شبت وكزبره وبقدونس. وده عصير ليمون. ما بتدهنيش السمك بحاجه او تتبليه بحاجه؟ لا انا اصلا غسلاه. كل الخلطه هنا. انا اصلا غسلاه بملح وليمون، فهو خلاص يعني طبيعي نضيف. لا انا قصدي ما بتحطيش مثلا كمون اي حاجه في السمك نفسه. كله في الخلطه. الخلط. كله في الخلطه. ما هو في كمان تركايه كده هقول عليها. ده عصير ليمون. ده خل وعصير ليمون. تمام. والثوم. وهنا هاخد شويه كزبره ناشفه. ايوه. وشويه توابل سمك. لا ده كمون. وده توابل سمك. ايوه تمام. ممكن معلقه بس من فضلك؟ اتفضلي. بس ببتدي بقى اقلب كل ده مع بعضه، الخلطه كلها مع بعضها. وملح بقى وزيت. هجيب لك الملح وادي الزيت. تمام. وادي الفلفل الاسود لو عايزه فلفل كمان. لا لا ما بحطش فلفل اسود. لا لا شويه من الزيت كده. وبرده شويه من الملح. هو الزيت كمان بيخلي الحاجه تلزق في السمك كويس بصراحه. يعني بيساعد على كده اكتر. بس كده تمام. نجيب بقى الصينيه. الصينيه هتحط فيها السمك. بدهن الاول فيها شويه زيت. ايوه. انا كنت عايزه اقول على حاجه. ايه؟
نسيت. كنت عايزه تقولي سر تركية كده، وانا احب التركات دي. والله لا هقول دلوقتي. بحب دايما اخد خبره كل حد. افتكرت عايزه اقول ان السمك لما بيتبل في الفرشه، لما السمك بيتبل وتساب شويه في التتبيله افضل من انت تتبليه وتدخليه على طول الفرن. اكيد طبعا عشان يشرب التتبيله، بيبقى اطعم بكتير من انت تتبليه وتدخليه الفرن. طبعا بتسيبيه مثلا ساعه؟ بصي عايزه اقول لك لو سبتيه نص اليوم هيبقى اجمل يعني. أكيد. وقت ما تسيبيه، كل ما تسيبيه اكتر كل ما يحلو، كل ما يشرب اكتر من التتبيله فيدي طعم كمان. اللحم بتاعه بيطعم ويبقى جميل بتشرب. جدا. اتفضلي. هناخد شويه بسيطه بس كده من التتبيله تحت. نفرشها في الصينيه تحت السمك. بس مش كتير يعني. عشان السمك احنا عايزينه يتحمر من تحت، مش عايزينه يبقى طري. بس بعد كده نجيب كده السمك. نحط واحده عكس واحده. اوكي تمام. بس نبتدي بقى نوزع التتبيله كلها جواه كده. طب وايه، انت بتدخليه الفرن بتغطيه ولا بتسيبيه مكشوف؟ لا لا مكشوف. انا عايزاه يتحمر. بس اوزع على اللحم بتاعه كله كده. بس كده نبتدي بقى نجيب شرايح الليمون. هو بصي سهل جدا وما بياخدش وقت خالص. طب انت بتعملوا انواع تانية سنجاري ولا بس الماكريل؟ بصي كل حاجه ممكن تتعمل سنجاري، بس احنا بندور على ايه؟ على اللحم اللي بيبقى مليان. يعني كل ما السمكه تبقى لحمها مليان اكتر كل ما تبقى في السنجاري احلى. ممكن البوري، ممكن في سمك نوعه اسمه سفريديا، ممكن لوت، ممكن اي اسماك البحر بتتعمل سنجاري. اللوت برده حلو. اللوت جميل جدا في السنجاري. بس بعد كده بقى ممكن رشه زيت صغيره كده على الوش. اوكي ادي الزيت عشان بس يتحمر بسهوله. بسم الله. ايه اكلات السمك برضو المشهوره عندكم غير السنجاري؟ السي فود، اكلات البحر اللي خلوه في الفرن. الفرن ماشي. بسم الله. احنا هنحطه تحت بقى على الصاجه. حطيته على الصاجه بتاعت الفرن. نحطه تحت شويه وبعد كده يطلع فوق ياخد وش. بس بتقولي لي ايه الاكلات السي فود؟ يعني السي فود قصدك ايه؟ السي فود مشكل. الكابوريا، الجمبري. لا انا قصدي السمك بتطبخوه مقلي، مشوي، في الفرن، صواني، انا قصدي كل كده. الانواع دي. بصي كل انواع السمك احنا بنعملها بكل الطرق. بكل الطرق، ما فيش حاجه بلا استثناء يعني، ما فيش حاجه خالص ما بنعملهاش لان احنا اصلا بلد السمك. اكيد. بس هل في اكله معينه اسماعيلويه بيعملوها مشهورين بيها اكتر حاجه؟ لا هي بصي اكتر حاجه الاسماك، خلاف كده بقى الاكل المصري بتاعنا اللي هو الكشري بقى. المحاشي، البط، الفراخ. زي كل محافظات مصر. زي الاكل المصري العادي. الاكل المصري العادي. شاطرين الستات عندكم؟ شاطرين اكيد. اكيد. لازم اقول كده عشان انا منهم. كل الستات مصر شاطرين بصراحه يعني. طيب احنا هنحط قد ايه في الفرن؟ يعني ممكن لو الفرن حامي ممكن ربع ساعة بالكتير. ربع ساعة وتستوي خلاص. خلاص كده. هو أهم حاجة يتحمر لأن هو ما يخش يسوى خالص. هو أهم حاجة عندي الخضار يتحمر لأن أنا حاطاه نيه جدا. مش حاطه فيه يعني، مش مسوياه. لكن لو مستوي ممكن 10 دقايق لأن السمك نفسه أصلا ما بياخدش سوا. ما بياخدش سوا. لا خالص. خلاص احنا بقى ممكن نروح كده بقى الفاصل. احنا دخلنا السمك في الفرن وظبطت الدنيا. هي حطيتيه على 180 ولا على 200؟ على 200 على الصاجة بتاعة الفرن. هنروح بقى الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني. رجعنا لكم من جديد. احنا النهارده معانا منار محمد من الاسماعيليه، عملت لنا سمك ماكريل سنجاري، وجايه دلوقتي هتعمل لنا اكلات تانية بالسي فود. هتعمل لنا اول حاجه، هتعملي ملوخيه بالجمبري. قولي لي الاول، تفرق ايه عن ملوخيه الاسكندرانيه ولا زيها؟ لا هي فيها تكايه كده شويه اللي هو ايه، بندلقها على الطشه، ما بنحطش الطشه عليها. اوكي. يعني دي المختلف فيها. بالمتشقلب. ملوخيه بالمتشقلب. ماشي. المقادير بقى بتاعتها انت هتستعملي قشر الجمبري؟ ما احنا هنعمل هنا الشوربه الاول للملوخيه. معانا هنا قشر جمبري ومعاه الخضار ده، بصل بقى وجزر. بصل وجزر، وهنا كزبره. تمام. وهنا ورق لوري. اوكي. وتوابل سمك وكمون وحبهان. اوكي. كل ده والطماطم والزبده دي الحاجات اللي للملوخيه نفسها. الشوربه هنعمل بيها ايه؟ طيب يلا نبتدي الشوربه بتاعه الملوخيه الاول. ماشي. نحط ميه على النار
ادي الميه ساي، هتحطيها الميه الاول. ايوه بس مش كتير يعني، مقدار الملوخيه بس كده يعني، لا شويه كمان. بس كده هاتيها بقى على الحله الكبيره، على العين الكبيره عشان ايوه تبقى سريعه. اوكي هي هتعمل المرقه اللي هتحط فيها يعني الشوربه اللي هتنزل فيها ملوخيه بالجمبري. تمام. انا كنت عايزه بقى ايه، لما الميه تغلي احط بقى الحاجه دي. هي خلاص تقريبا غليت. هي الميه غليت خلاص. ماشي ننزل بقى بالقشر كده. بسم الله. قشر الجمبري واحط بقى كل الخضار. اوكي تمام كده. الكزبره والبصل والجزر وهنا الورق اللوري. اوكي ده اكيد عشان الزفاره. والحبهان. اوكي هنا شويه بسيطه من الكمون. بسم الله. ماشي. وتوابل السمك. انت تحطي من الاول الميه على قد الملوخيه اللي انت عايزاها، لان انا هحط الملوخيه هنا بعد ما تصفيها. طبعا طبعا. لا لا خلاص بخلي الخضار ينزل كل الطعم اللي فيه في قلب الشوربه، وبعد كده انا بنشله بقى. اشيله اصفيه خالص واخد بقى الشوربه بس. اوكي تمام. بيقعد قد ايه يغلي مثلا على النار؟ مش كتير يعني 10 دقايق عبال بس ما نعمل الجمبري هنا اشوحه على النار يكون هو خلاص. ماشي. تمام ماشي. اوكي بصي خلينا نحط لك الجمبري هنا. تمام. وانا عليلي. طب احنا هنقول مقادير الملوخيه نفسها، احنا قلنا دي مقادير الشوربه بتاعت الملوخيه. هي هتستعمل زبده، عشان احمر بيها الجمبري. وتوم. ده توم؟ ده توم. ومكعبات طماطم وورق لورا وتوابل سمك وكزبره ناشفه، عصير ليمون، وطماطم مبشوره. تمام. اوكي هتعملي ايه بقى؟ بصي احنا الاول هنجيب الجمبري وهنضيف عليه معلقه صغيره كده من التوم. التوم ده عليه كزبره ناشفه. يبقى توم وكزبره ناشفه على الجمبري. تمام. هنحطه بقى كده نتبل الاول كده بالتوم. ممكن نزود كمان شويه كزبره. اوكي اجيب لك حاجه اكبر. ماشي. ده هيبقى اريح لك انك انت تقلبي فيه. ده خلاص خليه هنا. معلقه كبيره كمان افضل. ايوه شوية كمون. يبقى هي تبلت الجمبري بكمون وكزبره وتوم وملح وفلفل. طبعا لا ما بحطش ملح وفلفل، لا هو ملح بس ومعلقه طماطم. معلقه طماطم. ده طماطم مبشوره. اوكي اتبلها كده الاول عشان اطعم الجمبري، عشان ما تيجي تكليف الملوخيه كده يبقى طعم ليه طعم حلو. يبقى طعمه حلو. عايزه بس شويه من الملح. الملح وهنا الشوربه بتاعتنا بتغلي ريحتها اصلا فظيعه. ننزل بقى مكعبين كده من الزبده. بسم الله. بس كده. ايوه هننزل بقى الجمبري على طول عشان الزبده ما تتحرقش. يبقى هي بالجمبري بالتتبيله بتاعته نزلته في الزبده. بصي اجيب لك هجيلك هجيلها هنا. ايوه كده اسهل. تمام عشان النار تبقى عاليه. ماشي بس لو دي احسن عشان دي مسطحه قوي مش عارفه اقلب بيها. مش مشكله خلي دي هنا. ماشي ما بنشوحوش كتير عشان ما يجلدش معانا. يا دوب كده بياخد لون رز. هو اوريدي هيتسقط في الملوخيه فمش محتاج. هيستوي برده. هيكمل سوا هنا. هيكمل سوا عشان ما يجلدش. يعني احنا ممكن الجمبري ده نقشره ونحط قشره هنا نعمل بيه الشوربه. ما هو اصلا الطعم كله في راس الجمبريات. في الراس نفسها. بس انا صح نسيت اقول حاجه، الجمبري لما بنقشره بيبقى نخلي بالنا عشان بيبقى فيه خيط رملي ورا. طبعا لازم يشيله. لازم يتشيل عشان في ناس ممكن ما تاخدش بالها من النقطه دي. لا لازم يتنضف. هو كده اعلى حاجه. بس هو عشان الكهرباء غير النار. لا علشان هي مش واخد. بصوا بقى هي جابت الجمبري نظفته شالت الراس بتاعته استعملناها في الشوربه وشالت طبعا من الظهر بتاع الجمبري خيط الرمل اللي فيه ده لازم يتنظف طبعا لان هو هيبقى في الملوخيه مش هنعرف نطلعه وننظفه. والديل بقى والراس عملتهم هنا اهو شوربه مع الكزبره مع الجزر والبصل ريحتها فظيعه. وهنا اهو هتقلبه بسيط علشان ما يستويش تماما لانها لسه هتسقطه في الملوخيه فمش عايزين الجمبري يجلد. تمام احنا كده بقى خلاص عايزين بقى ايه نصفي الشوربه.
هجيب لك ادي دي تشيلي بيها، وهجيب لك ده نحط فيه. طلع الاول الجمبري بس عشان خاطر ايه تشيليه، تبعديه عن النار كده عشان انا عايزه الطاسه تاني عشان اعمل فيها نفس الطاسه اللي فيها التوم. عايزه الطاسه تاني. عايزين ماشي اوكي هنا مش هفضي بس كده في نفس الطاسه. هعمل بقى ايه طاسه الملوخيه. اوكي تمام يا موده. انا دي في اي صباح العسل. ازيك يا حلوه عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله بجد، وحشتيني جدا حبيبه قلبي. انت كمان وحشتيني يا حلوه. ازيك عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله زي الفل يا حبيبه قلبي. عينيا ليكي يا قمر. لا تسلم عينيكي، بس كنت حابه اقول لك كل سنه وانت طيبه عشان وحشتيني جدا. وانت طيبه يا روح قلبي. تسلمي لي يا رب، ربنا يخليكي يا حلوه. تسلمي لي، ميرسي يا مواد. قولي لي بقى انت بتعملي ايه؟ بتشيلي؟ نشيل بقى بنصفي بتصفي البرقه خالص من كل ده خلاص، احنا مش عايزينه تاني معانا. ما هو ده اصلا اوريدي قشر. احنا خلاص خدنا الطعم بقى بتاع الخضار وبتاع قشر الجمبري عشان الملوخيه ما تبقاش خفيفه. لان طبعا الجمبري لوحده مش كفايه ان هو يعمل لها طعم. اكيد اكيد. وهو فعلا راس الجمبري كل الطعم فيها بالظبط، سبحان الله يعني. بس لما كان في حاجه اكبر كنا اسعفنا اكتر. مش مشكله. ايوه اجيب لك مصفى وتصفيها ولا خلاص؟ هو مش عارفه، انا حاسه ان هو لسه في شويه كمان. بصي هجيب لك مصفى، انا هريحك كده اهو. ايوه بقى كان من الاول. ايوه كان من الاول. هاتي المصفى. بسم الله. بسم الله. أيوة. بسم الله. شايفين لون الشوربه حلو ازاي؟ لا والريحه ريحتها فظيعه. شيلي بقى اي حاجه فيها قبل ما نرجع فيها. ايه تمام وخلاص ما فيش يعني خلاص كده تمام. ايوه هاتي ده عشان تعرفي تشتغلي، ونحط ده فيه اهو. ادي الخلاصه بتاعتها مرسيع. نرجع بقى كده الشوربه. يا استاذ حسين. ايوه صباح الفل يا شيف. يا صباح الفل عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله زي الفل. تسلم ايدك على الاكلات الحلوه النهارده من الاسماعيليه كده، وحضرتك منوره معانا منار النهارده. تسلم. والله وتسلم ايديها وافكارها والله في الاكل في الاكلات النهارده. شطوره هي. عندك سؤال تساله لها؟ لا الصراحه يعني بسم الله ما شاء الله اكلاتها كلها جميله والله. ما شاء الله عليها. الله يخليك. شكرا. تسلم لي، ربنا يخليك. الف شكر. الف شكر. ده اريح لك. اتفضل كده. ايوه شغل الكميه كلها. مضرب السلك افضل حاجه في الملوخيه. فعلا. بس احنا بقى هناخد الجمبري كمل سوا في الملوخيه وهي بتغلي قبل ما نعمل الطشه بقى بتاعتها. ماشي. وهتعملي الطشه مكان ما سويتي الجمبري. بالظبط. حلوه الفكره برضو دي، عجبتني. احنا بنتعلم من حضرتك. حبيبه قلبي. لا بصي البني ادم بيفضل طول عمره يتعلم. اكيد طبعا اكيد. معلقه. ايوه. بتفضلي تاخدي افكار وتتعلمي على طول. ايوه اهي شكلها حمد. قويه قوي الملوخيه دي. بألف هنا. الله يخليك. بصوا الزبده بقى حطيتي فيها توم وكزبره ولا توم بس؟ لا توم وكزبره. هنا بقى وكزبرة. حطيت زبده مع التوم والكزبره، هنحمرها كويس قوي. بعد كده بقى هنقلب عليها الملوخيه. اوكي. اللي قلنا بالمتشقلب. ماشي. دي ملوخيتي اللي متشقلبها. علشان تاخدي كل الطعم في الطاسه. ايوه بالظبط. أيوة. برافو. انا بقول انك شطوره حبيبتي، ربنا يكرمك. ايوه ظبطتي بقى ملحها والكلام ده. هنحط تاني ملح برضو. بس ما بتغلي شويه برضو. عشان بفكها بس عشان انا بقلبها علشان ما تسقطش، عشان خساره حلاوتها دي تروح. ريحه التوم بقى والكزبره مش عايزه اقول لكم. يعني ملوخيه قويه ما شاء الله. الطماطم ما استعملتيهاش غير مع تتبيل الجمبري. تتبيل الجمبري بس كده. وبنسيب بقى الملوخيه تغلي شويه، مش كتير برضو عشان لونها ما يغيرش. وفي نفس الوقت الجمبري جواها بيستوي. اوكي كده خلاص قربت. ايوه خلاص عشان ما تبقاش مره. تمام كده
هنبتدي بقى ايه ندلق الطشه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى هحط الطشه وبنتي تشهق في البيت عشان هي قالت لي شهق يا ماما على الهوا وانا طبعا مش هشهق على الهوا. بس بتشهقي بجد في البيت؟ لا بصراحه ما بقتنعش بالكلام ده يعني، بس في ناس عندهم الكلام ده لازم اساسي يعني. سبحان الله. وبعد كده بقى هنرجع نقلبه تاني في قلب، بس نقفل بقى النار. بسم الله. اوكي هتلاقيها هنا في عين مش شغاله. ماشي. عشان احنا عايزين نار الاصفر بعدها. بس كده كده الملوخيه خلصت معانا. وبتسيبيها بقى لغايه ساعه التقديم. بالظبط. ما سخناهاش تاني بقى. وممكن نشيل بقى اللي على الوش ده اللي هو الماده البيضاء دي لو ما نيجي نغرف او كده نشيلها. مش مشكله. تمام. هنعمل بقى ايه تاني دلوقتي؟ كده هنعمل هنا معانا. هتعملي وصفه اسمها ايه؟ سيفود. انت كاتبه لي سيفود. هي شوربه سيفود يعني؟ شوربه سيفود مشكل. اوكي. معانا هنا خلول، احنا بنقول عليها في اسماعيليه خلول، بس في ناس بيقولوا عليها جندفلي. بس هي معروفه عندنا في اسماعيليه الخلول او ام الخلول. او ام الخلول. هتحتاجي طاسه تانية اجيب لك طاسه ولا هتستعملي حله ولا تستعملي؟ لا حله. احمد ممكن تغرف لنا بقى انت الملوخيه دي؟ معانا أيوة. سمك لوت. دول محتاجاهم؟ كل ده بقى انا هحتاجه، بس نشرح طيب الاول. لا عشان بس الكاميرا نقرب المقادير كلها. مش مشكله. علشان الكاميرا تجيبها واحنا بنقول مقادير قبل ما نتكلم في حاجه هنقول مقاديرنا. ادي طبق السيفود وادي الورقه. وليهم. ماشي. هو احنا هنا معانا الصوبيا او الصبيت برضو. الصبيت. معروف في اماكن بتقول عليها صبيت، بس احنا بكلمك دلوقتي اسماعيليه بقى. سوبيا. احنا عندنا سوبيا دي حاجه ثانيه خالص. لا احنا عندنا دي سوبيا. السوبيا اللي بتشرب. ايوه. لا ما احنا عندنا دي بقى اسمها سوبيا. السوبيا جايز عشان لونها ابيض مثلا. ممكن. وهنا سمك لوت انا. أيوة. جايباه وخلياه كده بالشكل ده. وهنا ام الخلول. والكابوريا انا جايباه وغسلاه كويس جدا ونقعه في ملح وليمون عشان ريحه الزفره بتاعتها بتبقى قويه جدا، ومنضفاه واسماه الواحده اتنين بالشكل ده. أوكي. وطبعا ده الجمبري، وزي ما قلت لحضرتك فاتحه الظهر من ورا شايله الخيط الرملي. شايله الخيط الرملي منه. بس بجيب بقى بعد كده المكونات الثانيه اللي بضيفها عليها اللي هو الكزبره. كزبره خضراء. كزبره خضراء. الكزبره دي خليها للاخر عشان ديها ايه للتزويق في الاخر. ماشي. هنا معانا كرفس وقراط. خليها مكانها بس عشان ناخدها الاول. خلاص ماشي مفيش مشكله. ماشي ماشي. هنا معانا الزبده. بصي خليني اقول المقادير انا على بعضها احسن. ماشي. هي قالت لكم السيفود المشكل سمك لوت والجندوفلي والكابوريا والجمبري والصبيط. هتستعمل زبده معاهم ومستكه وزيت طبعا، بصل، كرفس، كرات، فلفل، توم، جزر مبشور وكمون، فلفل ابيض علشان عاملاها بيضه، طماطم. يعني انت عامله حتى لبن ونص كوبايه لبن، معلقه دي كبيره، وبقدونس للزينه. حتى لبن وطماطم. بصي اقول لحضرتك اللبن والدي واللبن بديل كريمه الطهي. اوكي. تمام. والطماطم بتديها لون حلو كده يعني، وبتديها تستعين. يعني انت هتعمليها بينك. زي يعني بينك صوص بين الابيض والاحمر. بالظبط. حلو قوي. تمام. بنجيب بقى حله على النار. ادي الحله على النار. ماشي. هتحطي اهي شويه كده من الزبده. اوكي. احط لك نقطه زيت عشان ما تتحرقش. مش كتير. في حاجه في الطبق اللي بتحلها مش عايزاها كده. ماشي. ايوه. احطي بقى الحاجه قبل ما الزبده تتحرق. انا عشان الزبده الحله سخنه قوي. معانا هنا البصل. اوكي. احنا مش بنحمر البصل ولا بنحمر الثوم، احنا بس بنخليهم يطلعوا الريحه بتاعتهم. بس يطروا بس. نطلع الريحه بتاعت ال وبعد كده نضيف بقيه المكونات بقى. نديهم تشويحه بسيطه خالص كده. ممكن تهديني النار شويه صغيره بس. خليها عشان هي عايزه بس خليها. انا عايزه بس اهدي النار شويه. ههديها لك انا. ماشي. يا مروه. الو 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 ايه؟ ازيك يا حلوه؟ ممكن بقى كويس الحمد لله. عندك كام سنه يا مروه؟ الو عندك كام سنه يا حلوه؟ عندي 19. ما شاء الله. من اسوان؟ احلى ناس. تسلمي حبيبه قلبي. عينيا ليكي يا عمر. عايزاني اقول لك على حاجه؟ لا بسال عليكي بس حبيبه قلبي. سالت عليكي العافيه. تسلمي لي يا رب. ميرسي يا حبيبي.
دلوقتي بعد الثوم والبصل حطت هي حطيتي ايه؟ حطيت الصوبيا وحطيت السمك الفيليه وحطيت فصين مستكه. مستكه. بعد كده بقى انزل بالفلفل. يبقى هي حطت السمك والصبيت بس ما حطتش القواقع لسه ولا الكابوريا. بديها تحميره كده بس الاول او تشويحه كده. وبعد كده بقى بنزل بالحاجات الثانيه. اوكي. ريحتها حلوه قوي. ربنا يخليك. بعد كده بقى الكابوريا. اوكي. وبعد كده الخلوق. بس ما بنقلبش كتير يعني عشان خاطر برضو ايه ما يتهروش كمان. الحاجات دي بتتهري. اللي هي الحاجات اللي الشوكيات دي بتهري الحاجات الفيليه اللي تحت. فاحنا نقلب تقليبه بسيطه كده وبعد كده نبتدي بقى نضيف الكرفس والحاجات دي. بس الحاجات دي لما بنيجي نقدم ما بنطلعهاش في التقديم. بنشيلها. إيه عايزه الجزر؟ ايوه. هي بس بتدي طعم وريحه حلوه قوي. تمام؟ ده بعد كده لا ده فلفل ابيض بحطه عشان ما يغيرش لون لون الشوربه. لان طبعا الفلفل الاسود بيغير اللون خالص. تمام. اوكي. احط شويه من الكمون. انا مش عايزه اكتر بهارات عشان الحاجه تبقى طعمها صحيح. ما تغطيش على طعم. مش كله يبقى بهارات يعني. بالظبط. بس كده مش هحط حاجه تاني. خلاص. تقليبه بقى بسيطه. انت بتعتمدي على الخلاصه اللي بتنزل منها ما بتحطيش مرقه. لا مفيش مرقات خالص. بس كده. وبعد كده بقى نسيبها نشوحها شويه صغيره ونحط ميه سخنه. عندنا ميه سخنه. بسم الله. كمان شويه كمان شويه بسيطه خالص كمان. بس كده. اوكي. بعد كده معانا بقى قبل ما تغلي غلوه معانا هنا نص كوبايه حليب. هنضيف عليها معلقه كبيره دقيق. بسم الله. تربطيها بيها. تدي لون حلو قوي وبتعمل قوام كريمي كده حلو للشوربه. لو المضرب موجود. مضرب أطل. في مضرب صغنن هنا كمان. لا اخذوا المضرب. ماشي مش مشكله. بسم الله. ايوه. هتحتاجي دول ولا اشيلهم؟ لا خلاص كده عشان نوسع لهم بس. ايه ودي برضو مش هحتاجها دلوقتي. كده تمام. اوكي. ابتدي بقى انزل كده بال بسم الله. حطت هي الدي واللبن وحطيته على الشوربه علشان تعقدها بيه. اللون بيتغير طبعا. ازاي؟ وبنحط معلقه واحده بس من عصير الطماطم ما نكترش. عصير الطماطم. بنحط معلقه واحده بس. مش كتير دي معلقه زمان. مش مشكله نحط معلقتين. بس كده عشان يعمل ايه؟ وتسيبيها تغلي 10 دقايق؟ ما بتطولش خالص على النار. وملح بقى. ادي الملح. فين الملح؟ ملح اهو جنبك. اوكي. بس كده 10 دقايق بقى على النار وخلاص. على ما نطلع فاصل ونرجع ان شاء الله. خلاص احنا كده اهو خلصنا الشوربه. هنخليها على النار 10 دقايق على ما نروح لفاصل. هنروح بقى دلوقتي الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. استنونا. رجعنا من جديد. معانا النهارده ضيفتنا من الاسماعيليه. زي كل يوم اتنين بيبقى معانا ضيفه من محافظه من محافظات مصر. لو عايزه تكوني معانا كلمينا على الفيسبوك على بوست الحلقه او على تليفونات الحلقات اللي بتظهر على الشاشه الارقام. كلمينا وان شاء الله تكونوا معانا كلكم في البرنامج. النهارده معانا منار محمد من الاسماعيليه. هتعملي لنا دلوقتي الحلو. هتعملي لنا ايه بقى؟ هعمل مهلبيه بالمانجا القطع. مهلبيه بالمانجا. طبعا المانجا عندكم مشهوره جدا. هي اسماعيليه اصلا كلها مانجا. مانجا. بتعملوا ايه تاني في الاسماعيليه غير المهلبيه؟ ممكن كنافه بالمانجا، كيكه بالمانجا، في ممكن بسبوسه وتتزوق بالمانجا من فوق. يعني وصفات الحلو. ممكن نضيف لها مانجا كلها. عندكم يعني. طبعا انواع كتير اكيد يعني اغلب الانواع. اكيد احنا كل الانواع عندنا اصلا. كل الانواع عندكم في المانجا. طيب وايه تاني؟
في ايه تاني؟ في ايه بقى؟ خلاص هنعمل دلوقتي المهلبيه، هنقول مقادير المهلبيه. بصوا، كوبايتين لبن حليب، كوبايه عصير مانجا، 3 معالق سكر كبيره، نص كوبايه سكر. ليه سكر وسكر؟ لا نص 3 معالق سكر او نص كوبايه سكر. يعني 3 معالق يا نص كوبايه سكر على حسب التحليل. 3 معالق نشا كبيره، قطع مانجا مكعبات. اوكي، هتعملي ايه؟ انت عايزه حله؟ اهي اول حاجه هنحط على البارد النشا، ممكن معلقه لو سمحتي. ادي معلقه. دول كوبايتين حليب. تمام، هنضيف لهم بقى 3 معالق كبار نشا. اوكي، او على حسب نوع النشا يعني. ممكن اكتر حسب نوع النشا فعلا. يعني لو لقيناها محتاجه بندوب بس على البارد برضو ونحط. اوكي، احنا هنجرب دلوقتي 3 معالق ونشوف كده الدنيا. بسم الله. انت تحطي النشا على قد اللبن، مش ما بتحسبيش عصير المانجا كمان؟ لو حسينا بعد كده ان لسه ما ربطتش ممكن ندوب شويه كمان في الحليب ونحط. اوكي، ومعانا كوبايه من العصير المانجا، بس ندوب حلو قوي عشان ما تكتلش معانا على النار. طبعا. بعد كده نضيف بقى السكر. خلينا نرفعها عشان يلحق يعقد. ماشي، حطي السكر وهي بتدوب، اصلا السكر لازم يبقى اللبن سخن. مفيش مشكله، نضيف بقى ايه السكر حسب التحليه دي بتاعتك. انت بقى حسب المانجا العصير دي سكرها كمان ازاي، وانت بتحبي السكر ازاي. تمام، بالظبط. ممكن الواحده تدوقها وهي بتعملها، تدوقها علشان تعرف سكرها ايه. بس نبتدي بقى زي اي مهلبيه عاديه. زي اي مهلبيه، بس دي بقى فيها الاضافه ان انا بحط بعد ما بتتربط مانجا قطع. بتحطي جواها وبتحطي على وشها. التزويق بقى في الاخر بحط على الوش مانجا، بحيث يبقى طعم المانجا فيها من جوه ومن على الوش. حلو قوي دي. هجيب لك الكاسات. طب قولي لي، كيكه المانجا بتحطي المانجا جواها ولا بتحشيها بيها؟ الكيكه بتاعت المانجا. ايوه عادي، ممكن نحطها جواها، ممكن نزوق بيها في الاخر. لا مش قصدي نحطها جواها، انا قصدي الكيكه بتاعت المانجا في العجينه نفسها. بتحطي بتضربي مانجا بيوريه؟ لا لا، في التزويق. في التزويق بس، انا قصدي بتحشيها بيها يعني. بنحشيها بيها، نزوق بيها. مش زي كيكه البرتقال بندخلها في العجينه يعني. لا، دي مختلف. اوكي كده اهو. طيب قولي لي بقى، ايه اكتر اكله انت مشهوره بيها؟ ايه اللي لو انا هاجي لك اسماعيليه هتعمليها لي؟ هاجي لك سمك برضه. مفيش فايده. برضه هو ورايا ورايا السمك. انا بحب السمك. لا انا بعشق السمك. بتحبيه بس لازم تعشقيه زيي. اكتر حاجه انت مشهوره بيها السمك؟ بحبه جدا يعني، حتى عندنا في البيت يقولوا لنا يا بنتي كفايه كفايه سمك، انت كل يوم سمك. لا احنا بنحب السمك جدا والله. وقولي لي انك شاطره في الحلويات. انا اصلا تخصص تورته وحلويات اساسا يعني. طيب ايه اكتر حاجه بقى بتعمليها واو؟ انا شغاله تورت ما شاء الله. بتعملي يعني تورت حلوه؟ شغاله تورت، ده شغلي اصلا الخاص بيا، بعيد عن الاكل بقى. الاكل ده انا اخدها هوايه، وبرده التورت اخدها هوايه. بس ما درستيش؟ لا، ما درستيش. علاقتي يعني دراستي مالهاش اي علاقه بشغلي خالص. لا انا قصدي ما طورتيش نفسك بقى ودخلتي زودتي يعني، بتحبي الكيك وبتعملي التورت وكله. هل حاولتي تدرسي حاجه ليها علاقه بكده؟ كله بالخبره. ما حبيتش اخد كورسات بصراحه، ما اقتنعش بيها. بحس الكورس ما بيضيفلكيش غير نقط بسيطه وبعد كده خلاص بيسيبك. بس الحاجات الحلويات بالذات لازم المقادير تبقى صح، لازم حد يساعدك حتى لو ما درستيش، حد يساعدك. بصي اقول لحضرتك حاجه، انا ساعدت نفسي ازاي؟ بان انا مثلا عملت حاجه ووقعت في حاجه، فاجي بعد كده الحاجه اللي انا وقعت فيها دي اصلحها. فبقيت انا مع نفسي اعرف احسن ما حد يقول لي. يعني حبيت ان انا اكتسب من نفسي انا اكتر يعني. هي مش عارفه حاسه مش مشكله، علشان بس هاديه النار. هاديه النار، ما بتبقاش حاميه قوي. هي حلو. شويه شويه هتتقل معاكي، ممكن تزودي برده شويه نشا. ما هو عايزين بقى خليني ادوبه لك في ميه علشان ماشي تاخدي منه، لان دايما النشا مش كله زي بعضه. هو فعلا للاسف في انواع بتربط جامد وفي انواع لا، فدي بتيجي بقى بالصدفه بقى. انت وحظك، او بالتكرار انك تستعملي نوع معين انت عارفاه، فده بتبقي عارفه مقداره. لكن ممكن نضيف بقى شويه سكر تاني عشان النشا اللي احنا ضفناه. في هنا كان سكر صح؟ اهو السكر هجيبه لك. هي معلقه حطيها. ماشي، وادي ضيفي هنا. انت بس شرفينا في اسماعيليه وانا بصي عينيا ليكي بقى، مانجا سمك كل حاجه.
كل اللي احنا بناكل منه بنحبه. هي بلد جميلة وهادية ونظيفة جدا، بلد حلوة قوي بصراحة. الإسماعيلية بصراحة بصي مهما لف في أي محافظة هي بصي احس ان هي وطني كده والله. لا لا هي بلد فعلا هادية. جميله وهاديه. بعدين هي صغيره جدا، احنا عندنا الكلمه المشهوره في اسماعيليه، اسماعيليه اوضه وصاله، اللي هو يعني بصي ممكن تلفيها كلها على رجلك. هي صغيره جدا. فعلا بس حلوه، عارفه الهدوء اللي فيها والنظافه بتاعتها رائعه جدا. بصراحه احنا بصوا بقى ممكن نطلع فاصل على ما ايه مش مشكله. حطي بقى فيها المانجا الاول وهي هتربط معاها. مش احنا هناخد نص الكميه بس من المانجا دي. ايه هناخد نص الكميه من المانجا؟ ادي معلقه. هناخدها كلها اي حاجه مش مشكله. اوكي نص كميه المانجا القطع على كده. ما نطلع الفاصل، هي هتغلي في الفاصل وتقعد. تمام إيه خلاص إيه، خلينا نروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. قبل ما منار تقول لنا هي عملت لنا ايه النهارده، انا عايزه اعرف مين شجعك، مين اكتر حد كان بيشجعك انك تشتغلي في الكلام ده؟ والله انا قبل ما اتجوز خالص ما كانش في دماغي الموضوع اصلا، ولا كنتش لسه موهبتي بانت يعني. بس لما اتجوزت بقى وبقيت مثلا اعمل حاجه انزل لحماتي الحمايه كده، فكان يعجبه الاكل او يعجبه الحلويات. يقول لي يا بنتي ما تصوري، يا بنتي ما تعملي اي حاجه. حماكي حماية. ما شاء الله. فبصراحه هو كان اول واحد يشجعني لحاجه زي دي، واحب اشكره على الهوا طبعا ان انا يعني وصلت لحاجه زي كده بسبب تشجيعه بصراحه يعني. لحد اخر لحظه هو كان يشجعني يقول لي يعني ابدأي، طب جربي، طب مش عارف ايه، وانا بقى مش في دماغي خالص، لحد ما سبحان الله جربت واتوفقت الحمد لله. الحمد لله وانبسطتي من الموضوع. جوزك بيشجعك؟ بصراحه مش بيعارضني يعني، لما بكون مثلا عايزه اعمل حاجه او كده بصراحه ما بيقوليش لا يعني. حاجه حلوه لما تحسي ان جوزك في ظهرك بصراحه طبعًا. واهل جوزك كمان. طبعا اكيد اكيد. انت ساكنه فوقيهم؟ طب حاجه حلوه ده يعني، علشان في ناس كتير بتهاب من الموضوع ده وبتخاف من الموضوع ده انها تسكن مع اهل جوزها. وانا شايفه ان دي حاجه ممتازه بصراحه. لا لا بالعكس خالص والله، لا ده كفايه كمان حبهم لاولادي او حب ولادي ليهم، لا دي حاجه حلوه جدا. اكيد لا. طبعا اكيد طبعا. المهم قولي لنا بقى احنا عملنا ايه النهارده؟ عملنا نبدا بالملوخيه، عملنا ملوخيه بالجمبري. ايوه. وعملنا سمك ماكريل سنجاري وشوربه سي فود مشكل، وعملنا مهلبيه بقطع المانجا. قبل ما اختم عايزه اقول لكم حاجه، هي قالت لي المانجا بتحطها بعد ما تطفي خالص على المهلبيه علشان ما تدوبش قطع المانجا، فنحطها في الاخر خالص، نقلبها في الاخر خالص. بس احنا عشان وقت الحلقه ما لحقناش. حلقه النهارده كانت حلوه قوي يا منار بجد، شرفتيني وانبسطت بيكي، شطوره. أنا أسعد والله. الوصفات حلوه، التريكات بتاعتها حلوه، ريحه الاكل جميله بجد. شرفتينا وان شاء الله كده نشوفك تاني على خير ان شاء الله. يا رب يكون حلقه النهارده عجبتكم ان شاء الله، لينا حلقات كتير. اشوفكم على خير.